هاد المره ملي تبغي دير ستوري عرف كيفاش انت فحال هكا خاصك تخبي وجهك الا كانت هذيك خطيبتك كيخليها الاشمر راه قال لك جفنه وراه جفنه ديال بصح هذيك غير تكمش انت ديتيها احبا. صباحكم مبروك لافامي. المهم بارك نسكر في يوتيوب ونلقى واحد اللعيبه واحد خونا ار اش فيت مكلاشيني وما جاوبشوش هو باغي البوز السيد باي طريقه وانت كتقول صاحبي باغي خطيبتي تستر وجهك علاش ما تدويش حيت انت نهار دويتي بغيتي تجي على سيبيكات بغيتي تلحى السيبيكات باش تدخل فيهم باش تكلاشيني انا ما درتي والو ما درتش الالهام بتساتي واشمان اشمان حواي سالينا ولكن تي غتزوج بها الله يسهل عليك فهمتي هي ما كانش عليك تقول ديك الهضره عرفتي علاش حيت كلشي غيبقى يضحك عليك شي راه المغرب كامل راه جفنه واش فهمتي شنو هي جفنه حفره ودابا انت بغيتي دير واحد البوز بواحد الطريقه ولك لا غدير واحد البوز لا غيضحكوا عليك فهمتي غيضحكوا عليك وغيبقاو يضحكوا عليك راه قال انت راه ولا شي ضحكه دابا من داك الشيء البلان هذا وكتقول عامله مني راه غيخرج عندك داك الشيء ميكس من لين كونيها من الاشمان من حليوه حليوه بعدا بغيت ندوي معاك اخويا واسمح ليا واش انت ما عجبكش الحال دخل معاك هذيك دير لكم فهاد الشوه ومازال ما درتي معاه والو واحد الحاجه الدراري ربي تسمح لينا شوف خويا الا كنتي غتزوج بها باغي تسرى الله يسهل عليك ولكن الا كنتي باغي تزوج بها على قبل البوز انت راك شماته ما ضعف